رجل عظيم الذي شكل مع زميله مصطفى حسين ثنائيا عظيما. استمر معا لمدة أكثر من 50 عاما، ضحكنا وبكينا، انتقد النظام في كل أوقاته من كل رؤساء الوزراء، كل الرؤساء كان سيفا بطارا في نصف كلمة. الكاتب المسرحي العظيم تشيكوف قال: أستطيع أن أعبر عن معاني كثيرة بكلمات قليلة. هكذا كان أحمد رجب. تشيكوف قال أيضا: الإيجاز صنع العبقرية، وأحمد رجب كان ذلك العبقري الساخر، رحمه الله وأسكنه فسيح.